القاهرة إلى محافظة قنا، وانضم إلينا الزميل أحمد الأفيوني مراسلنا من هناك. أهلا بك أحمد في هذه الجولة الإخبارية على إكسترا نيوز. لا شك أن القطاع الصحي، القطاع الطبي من ضمن الأولويات أو أكثر الأولويات التي توليها الدولة اهتماما في هذه السنوات، سواء السنوات الماضية أو حتى السنوات القادمة. أنت الآن ربما تقف على أو أمام مشروع كبير في قنا من ضمن هذا القطاع، من ضمن المنظومة الصحية في هذه المحافظة. عرفنا أكثر عن ماهية هذا المشروع، عن تفاصيله، عن المحافظات التي يمكن أن يخدمها هذا المشروع. تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. بالفعل كما ذكرت أتواجد في محافظة قنا، وبالتحديد من أمام مشروع امتداد مركز علاج الأورام للعلاج الإشعاعي، أحد أكبر المشروعات القومية الطبية التي تقيمها وزارة الصحة والسكان هنا على أرض محافظة قنا. هذا المشروع يقام على مساحة 3000 متر مربع، على يعني بتكلفة إنشائية لهذه المشروع تقدر بحوالي 90 مليون جنيه. وبالطبع همام سيسهم هذا المشروع الطبي والصرح الطبي هذا الذي اتحدث عنه الان في تقديم خدمه متميزه يعني على مستوى محافظات جنوب الصعيد ومحافظه قنا على وجه التحديد، لتضاف للخدمات التي يقدمها مركز علاج الاورام هنا في محافظه قنا. للمزيد من التفاصيل همام دعني استقبل معك وعبر الهواء مباشره الدكتوره نهى فاروق مدير مركز الاورام بمحافظه قنا. دكتوره نهى، في البدايه برحب بحضرتك، يعني لو تطلعيني على اهميه هذا الصرح الطبي الذي يقام هنا على أرض محافظة قنا، وهو امتداد لمعهد أورام المحافظة، وكيف يعني يستقبل هذا الامتداد للمرضى هنا، وأهم التخصصات التي سيشملها هذا المشروع. مركز أورام قنا هو أحد المراكز اللي بتقدم خدمة الأورام التابعة لأمانة المراكز الطبية. هو بيقدم الخدمة لجميع مرضى الأورام العلاجية من ناحية العلاج الكيماوي والجراحي، ونظرا لاهتمام الدولة بالصعيد ومرضى الأورام تم عمل امتداد لمركز الأورام على مساحة 3000 متر بتكلفة إنشائية 90 مليون، ليضم المبنى الخدمات العلاج الإشعاعي والأشعة المقطعية المتعددة والرنين المغناطيسي. وبكده يكون مريض الأورام في محافظة قنا والمحافظات المجاورة زي الأقصر والبحر الأحمر على جميع الخدمات الطبية الخاصة بمريض الأورام من الناحية العلاجية كلها، وبالتالي خفف عليه معاناة السفر لأي محافظة تانية. شكرا لضيق الوقت، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. إذا همام كان هذا هو يعني هذه صورة من أمام مشروع امتداد مركز أورام قنا بمحافظة قنا، وعودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. أحمد الأفيوني مراسلنا من قنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، وطبعا الشكر موصول لضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل.